اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو زهقت من الاكل العادي تعالوا نعمل مع بعض الرز بالعدس بالبيض او الكشري الاسكندراني. هنجيب حله على النار وننزل عليها كده اهوت ببصلتين صغيرين ومبشورين، هنحمر البصل وناخد جزء منهم هنزين بيه الطبق بتاعنا، والجزء الباقي هننزل عليه بقى كوبايه عدس عليها كوبايتين رز. هنقلب العدس والرز كده اهوت مع البصل، وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا. ممكن تضيفي مرق الدجاج وممكن ما تضيفيش لو انت بتحبيها. نحط الملح بتاعنا، وبعد كده هنضيف الميه فوق العدس كده اهوت بمقدار عقله. هنضيف الميه بتاعتنا والميه طبعا تكون سخنه، وبعد كده هنسيب العدس يستوي 3 ارباع سوا. اول ما يخش كده اهوت على السوا هنحط بقى البيض بتاعنا. هو هنجيب البيض العادي وهنفتح حفر كده اهوت في العدس بتاعنا، وننزل بيضه على حسب عدد الاسره، مثلا انتوا 3 4 على حسب ما انت عايزين. ممكن انت تحطي كميه انت عايزاها على حسب كمان الحله بتاعتنا والاتساع بتاعها. فانا حطيت كده 5 بيضات خلاص الرز قرب يستوي تمام. وهنغطي بقى ونحط على الوش كده حبه ملح وفلفل على الوش خالص، وهنغطي العدس بتاعنا لغايه ما يستوي خالص على نار هاديه لمده 10 دقائق. وبعد كده هنقدمهم مع بعض بقى جنب مخلل، وهنحط كمان البصل اللي احنا عملناه على الوش كده اهوت. وجبه حلوه جدا مشبعه جدا، حلوه للاطفال، كلها بروتين ونشويات. اتمنى تعجبكم. لو اول مره طبعا تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.